Cari studenti del terzo anno delle scuole superiori, benvenuti con noi in un altro nuovo incontro della serie della lingua italiana. Con voi, signora Iman Said, e anche con noi il nostro carissimo collega, signor Mahmoud Fouad. بنفينوتي اتوتي النهارده ان شاء الله انا بسعد طبعا كل اسبوع بصحبه السنيوره ايمان سعيد، ويا رب تكونوا بتستفيدوا من الحلقات بتاعتنا. اتفضلي يا سنيوره. Grazie signor Mahmoud. Oggi carissimi studenti riprendiamo unità 1. Hankamel ma bad il wahda l'ula e cominciamo con una cosa molto interessante per noi. Hanebtedi bhaga shayqa jiddan lina, il hiya le situazioni quotidiane, il mawaqif al yawmiyya. Taban ihna bnedres grammatica w bnedres itali w yarit nahawil in ihna nitallem nitkellem itali. هنشوف هنا زمن الفتورة المستقبل اللي احنا درسناه الحصص او الحلقة السابقة، هنشوف احنا بنستعمله في ايه في حياتنا اليومية. هنبتدي هنا لسيتواتسيوني المواقف، وهنشوف هنا اول حاجة كومينشامو كون اكو كواندو فاتشو بروجيتي، لما اكون بعمل مشاريع حاجات انا مخطط لها، هنا بستعمل فيها زمن الفوتورا المستقبل، فهقول هنا quando faccio progetti dico metterò dei soldi da parte per un nuovo cellulare، انا سادخر نقود او هشيل فلوس على جنب لشراء موبايل جديد. هنقولها تاني metterò dei soldi da parte per un nuovo cellulare. Un giorno comprerò anch'io una Ferrari. Un giorno comprerò anch'io una Ferrari. في يوم من الأيام أنا كمان هشتري عربية فيراري. الجملة دي بالذات عايزة أسأل سينيور محمود فؤاد فيها. إيه رأيك يا سينيور؟ أنا بالنسبة لي ممكن مفيش مشكلة إن شاء الله يا إن رب. شاء الله. في طبعا يوم السنيورة تمام إيمان بتقوله دلوقتي إن أي حاجة بتخطط لها في المستقبل بنستخدم حاجة اسمها بروجيتي. بروجيتي يعني خطط أو مشاريع مستقبلية، أي حاجة ناوي تعملها في المستقبل دي اسمها بروجيتي، اللي هي خطط أو مشروعات مستقبلية. نكمل يا سنيورة اتفضلي. هنشوف un altro esempio. Tra un mese organizzerò una festa. Tra un mese organizzerò una festa. في خلال شهر سوف أنظم حفلة. طبعا هنا حاجة متخطط لها، عشان كده بنعتبر ان احنا هنا بنستعمل زمن الفتورة per fare progetti لعمل المشاريع. Domani cominceremo le prove. Domani cominceremo le prove. دي طبعا موجودة عندنا في النص بتاعنا. غدا سوف نبدأ البروفات. طبعا احنا مقررين ومخططين، عشان كده بنقول ان ده بروجيتو. Quest'anno farò un gemellaggio con una scuola egiziana. Quest'anno farò un gemellaggio con una scuola egiziana. هذا العام سأقوم بعمل توأمة مع مدرسة مصرية. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن التوأمة الجيميلاجو وشرحناها. سينيور محمود هيكمل معانا، وهنشوف هنا كواندو فاتشو بريفيزيوني. تفضلي سينيور. كواندو فاتشو بريفيزيوني معناها عندما أتوقع شيء. كلمة بريفيزيوني معناها توقعات أو تنبؤات. الموقف ده مهم جدا جدا جدا، وهوضح بس النقط اللي بنتلخبط فيها. نشوف أول مثال مع بعض. Secondo me la festa di domani sarà molto bella. ممكن طبعا أقول non sarà، أو ممكن أقولها من غير non تبقى sarà. معنى المثال اللي قدامي إيه؟ بيقولي secondo me، بالنسبة لي يعني من وجهة نظري، la festa di domani الحفلة بتاعت بكرة سارا مولتو بيلا، هتكون جميلة جدا. طب دلوقتي الطالب بيتلخبط، الحفلة لسه هتبقى بكرة. لما أنا أقول سيكوندو مي، بالنسبة لي الحفلة بتاعت بكرة هتبقى جميلة أو مش هتبقى جميلة،
دي وجهة نظر بناء على معلومات مسبقة. يعني هديك مثال، مثلا لو انت عارف الحفلة دي هتقام فين، مين المغنيين اللي هيجوا فيها، المكان اللي انت عارف عنه معلومات، البروجرام بتاع الحفلة، فمن خلال المعلومات المسبقة اللي عندك ممكن تعمل بريفيزيوني، فبتقول ان الحفلة بتاعت بكرة من وجهة نظري ممكن تبقى كويسة او مش كويسة بناء على المعلومات المسبقة، دي اسمها بريفيزيوني. تعالوا نشوف مثال اخر مع بعض. معلش سنيور محمود، قبل ما ننتقل لمثال آخر كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا في جملة زي دي لو حبيت أستعمل زمن البريزنت المضارع، يعني مثلا لو قلت سيكوندو مي لا فيستا دي دوما لا فيستا نوني مولتو بيلا، سيكوندو مي لا فيستا نوني مولتو بيلا، يا ترى أنا لو غيرت الزمن هنا واستعملت زمن البريزنت، أنا في الحالة دي برضو هقدر أعتبر إن الجملة دي بريفيزيوني؟ ما ينفعش استخدم المضارع في التعبير عن البريفيزيوني او التوقعات، لان المضارع غالبا بيستخدم عشان اقرر شيء او اخبر بشيء. يعني لما اقول سيكوندو مي لا فيستا نوني بيلا، تمام، معناها بالنسبه لي الحفله مش حلوه، اللي انا شايفها دلوقتي قدامي مش حلوه، لكن لما اقول نون سارا مش هتكون كويسه، ده اسمه توقع او تنبؤ اللي هو بيندرج تحت كلمه بريفيزيوني. تمام اسمه. المثال اللي بعده بيقول لي كريدو كي ستاسيرا بيوفيرا، كريدو كي ستاسيرا بيوفيرا، معناها اعتقد ان النهارده بالليل هتمطر. ممكن طبعا اقول هتمطر او ممكن اقول نون بيوفيرا، معناها مش هتمطر. ده برضو اسمه توقع او تنبؤ بناء على معلومات انا شايفها بعيني. يعني مثلا لما نفتح الشباك بتاع الاوضه الصبح ونلاقي الدنيا مغيمه شويه، ممكن نقول ايه شكلها النهارده هتمطر، دي اسمها بريفيزيوني. المثال اللي بعده بيقول لي ديفينتيراي اون برافو افوكاتو، ديفينتيراي اون برافو افوكاتو، خدنا فيرب قبل كده اسمه ديفينتاري يعني يصبح، النهايه بتاعت الفيرب اللي قدامك اراي، ده اكيد في المستقبل، مع تو يعني معنى الجمله انت سوف تصبح محامي مشهور. الجمله دي ممكن اقولها لحد انا اتعاملت معاه اوريدي قبل كده وشايف من خلال معاملتي معاه ان هو ممكن يبقى محامي مشهور. ممكن المثال يتغير اقول له اون برافو ميديكو، انت هتبقى دكتور مشهور بناء على معرفه مسبقه. يبقى البريفيزيون يا جماعه ما بتتقالش من وحي التخمين، لا انا ببقى عندي معلومات مسبقه عشان كده بعمل بريفيزيون. نشوف المثال الاخير بيقول لي نون سارا فاتشيلي فينشيري اوجي، نون سارا فاتشيلي فينشري اوجي، الفوز النهارده مش هيكون سهل. طبعا الجمله دي ممكن نقولها امتى؟ لما يكون حاله الفريق مش مظبوطه او الفريق اللي بنلعب قصاده ممكن يكون اجمد مننا شويه، فممكن اقول نون سارا فاتشيلي، مش هيكون سهل، فينشري اوجي. الامثله اللي فاتت دي كلها بتعبر عن حاجه اسمها بريفيزيوني، يعني توقعات او تنبؤات. كده خلصنا مع بعض، فهمنا يعني ايه بريفيزيوني، عرفنا ان البريفيزيوني معناها التنبؤات، والتنبؤات دي معناها ان في احداث مستقبليه في علم الغيب احنا بس بنتنبأ بحاجه. هنشوف دلوقتي حاجه جديده، هنشوف حاجه اسمها الايبوتيزي. الايبوتيزي وايه الفروق ما بين الايبوتيزي وبين البريفيزيوني، عشان دايما بنتلخبط بينهم. هنشوف مع بعض كده بعض الامثله اللي هي بتقول لنا ان في افتراض ان احنا عندنا هنا ايبوتيزي. هنشوف دلوقتي كواندو فاتشو ايبوتيزي ديكو، عندما اقوم بالافتراض بقول كي اوري سونو، كم تكون الساعة؟ فاللي هيرد عليا معهوش ساعة او ما بصش في ساعته، فبيفترض ان الساعة دلوقتي 2، فهنا مش هيستعمل زمن البريزنت المضارع، لكن هيقول لي نون لو سو، مش عارف، سارانو لدو، ربما تكون الساعة الثانية. طيب أنا دلوقتي هسأل السنيور محمود وهقول له إيه يا سنيور محمود من وجهة نظرك الفرق بين إن أنا أكون بكلم الطالب بتاعي وبقول له سونو لدو إنها الثانية، أو بقول له سارانو لدو هي الساعة تطلع لها 2. زي ما احنا عارفين كويس يا سنيورة إن زمن المضارع بيعبر عن حقائق
أو إخبار بمعلومات حقيقية. فلما أقول صونو لدوه معناها الساعة تكون الثانية بدون شك، لكن لما ما يكونش معايا ساعة وأحب أخمن أو أفترض إنها رقم معين فبستخدم المستقبل، فبقول سرانو لدوه، يبقى المضارع بستخدمه في الحقيقة وسرانو بستخدمه في الافتراض أو التخمين. تمام، شكرا سينيور محمود. هنشوف مع بعض دلوقتي أبناء الطلبة المثل الثاني اللي بيعرفنا يعني ايبوتيزي. المثل الثاني بيقول لي اي جوفاني، انه شاب، نون افرا بيو دي فينتاني، عمره مش هيزيد عن 20 سنة. طبعا انا هنا لما اقول اي جوفاني انه شاب، انا شايفاه قدامي انه شاب، نون افرا بيو دي فينتاني مش هيزيد عن 20 سنة، انا ما سألتوش على عمره، انا بقول بفترض ان هو عمره مش هيزيد عن 20 سنة، وانا هنا ما بتكلمش على حاجة مستقبلية، انا بس بتكلم على حاجة انا مش واثق انها حقيقية، بفترض. هنشوف المثل الثالث، ما ساراندتا كازا، ما ساراندتا كازا، الماضي طبعا ما بنترجمهاش، ساراندتا كازا هي تقريبا راحت البيت. هنا انا هسأل السنيور محمود وهقول له يا ترى سنيور محمود، جملة زي دي لما اقول فيها مضارع واقول ما اي انداتا اكازا انها ذهبت الى المنزل، ولا اقول ساراندتا اكازا؟ هنشوف هنا رأي السنيور محمود ايه في جملة زي دي، ويعني ايه ان انا هنا بعتبر ان الجملة دي افتراض. دلوقتي يا سنيورة اول حاجة عايزين نلفت نظر الطالب ليها، تمام، ان الثلاث حروف الاولانيين اللي قبل الجمله دول اللي هم بنقول عليهم ما، دي فتره للتفكير او فتره للتردد بتدل بدون شك على الـ الـ التخمين او الافتراض او الشك او عدم التاكد. فلما حد يسالني سؤال واقول له في الاول اللي هي اللي احنا بنكتبها في الشاتنج يا سنيوره، الميم الكتيره دي بيعبروا عنها بالايطالي بالام اي اتش دي اللي هي بتدل على التخمين او الافتراض او الشك او عدم اليقين. فلما اقول ما ساراندتا كازا معناها تلاقيها روحت، تلاقيها ذهبت الى المنزل، ربما ذهبت الى المنزل، ايه اللي عرفني انها شك؟ اولا الثلاث حروف الاولانيين، ثانيا الجمله متصرفه في المستقبل وكان المفروض تتصرف في الماضي. اتفضل يا فندم. هنشوف دلوقتي ابناء الطلبه المثل اللي بعد كده. المثل اللي بعد كده بيقول لي كي اي كويل راجاتسو، كي اي كويل راجاتسو، من هذا الشاب او من هذا الولد؟ اللي رد قال لي سارادينو النوفو كومبانيو، مين الولد ده؟ اللي بيرد مش متأكد وبيكلمني هنا على نوع من انواع الافتراض اللي في المضارع طبعا في الواقع، سارادينو يمكن يكون دينو، لو هو واثق نستعمل البريزنت وقال لي اي دينو، سارا دينو هو تقريبا دينو النوفو كومبانيو الزميل الجديد. هنشوف دلوقتي مثل للبروميسة للوعود، فابيني دوماني فينيرو توتو، يعني تمام غدا سوف انهي كل شيء. هنشوف هنا انا ليه بستعمل زمن الفوتورو في جملة زي دي. هنسأل السنيور محمود، أنا هنا يا سنيور محمود لما بحب أوعد يا ترى أنا هنا بستعمل زمن المستقبل ليه؟ زي ما حضرتك قلتي من شوية، بروميس يعني وعود، وأكيد لما أوعد حضرتك إن أنا هعمل حاجة أكيد الحاجة دي مش هعملها في المضارع ولا في الماضي، عشان أوعد حد لازم أستخدم زمن الفوتورو سيمبليتشي. فعشان كده المثال اللي حضرتك قلتيه دلوقتي قلتي فابيني، حسنا دوماني فينيرو توتو، بكرة إن شاء الله كل حاجة تبقى خلصانة أو هخلص كل شيء، ده اسمه وعد. طبعا الأمثلة دي أو الوعود دي من الحاجات اللي أبنائنا الطلبة بيستعملوها كتير في العام الدراسي، يعني أنا هخلص كل حاجة، هنتهي من كل شيء. ننتقل للمثل الآخر، أي راجوني كويستانو ستوديرو دي بيو، أي راجوني كويستانو ستوديرو دي بيو، عندك حق السنة دي هذاكر أكتر،
طبعا برضو هنا هنشوف استعمال المستقبل، وشايفين طبعا المستقبل بالار الار اللي هي بتميزه. عندك حق، السنة دي انا هذاكر اكتر. طبعا هنا اكيد انا ما بفترضش حاجة او ما بتنبأش بحاجة، انا بوعد حد ان انا هذاكر احسن. ننتقل للمثل اللي بعد كده، وبيقول لي دا دوماني من بكرة نون فارو بيو تاردي. دا دوماني نون فارو بيو تاردي، من بكرة انا مش هتأخر تاني. هنا حد جه متأخر وبيوعد الشخص اللي قدامه ان هو مش هيتأخر تاني من بكرة. برومسه للوعود. نونو الفيني سيتيمانا فيرو اتروفارتي، يا جدي في عطلة نهاية الأسبوع سوف آتي لزيارتك. طبعا أكيد المثل ده بيقول إن احنا هنا بنتكلم في البروميسه. قبل ما ننتقل أبنائي الطلبة لبعض التمارين، عايزين ننتقل للسنيور محمود يشرح لنا ويفهمنا يا ترى البروميسه ويا ترى السيتواتسيوني كوتيديانه، المواقف اللي احنا بناخدها دلوقتي بالنسبة للغة الإيطالية وبالنسبة للي احنا درسناه، ايه تعليقاته عليها؟ اتفضل سينيور. من الأشياء الشيقة جدا يا سينيورة والجميلة في الأونيتا الأولانية إن أنا بعتبرها مواقف تطبيقية. يعني إيه؟ إحنا درسنا جراماتيكا قاعدة اسمها الفطورو سامبليتشي، الراجل حط لي المواقف تطبيق مباشر على الجراماتيكا اللي إحنا خدناها. عشان كده لاحظنا إن الأربع مواقف، تعالوا كده نراجعهم مع بعض. خدنا أول موقف اسمه بروجيتي، بروجيتي اللي هي مشروعات أو خطط مستقبلية، أي شيء بتخطط له في المستقبل إن أنت تعمله ده بيبقى اسمه بروجيتي. وحضرتك عارف طبعا سؤال الامتحان يجي يقول لك في رأس السؤال كواندو فاتشو بروجيتي ديكو، ويجيب لك ثلاث أربع جمل وأنت بتختار الجملة اللي بتعبر عن التخطيط للمستقبل. زي ما سينيورة أيمان قالت لنا الأمثلة، تعالوا نفتكرها مع بعض. قالت في يوم من الأيام هشتري إن شاء الله عربية فيراري، أو هشيل جزء من الفلوس عشان موبايل جديد، أو بكرة إن شاء الله هنبدأ البروفات. يعني كل حاجة أنت بتخطط لها في المستقبل اسمها بروجيتي. تاني حاجة قلنا بريفيزيوني، قلنا بريفيزيوني معناها توقعات أو تنبؤات. أقرب مثال ممكن نفهم منه البريفيزيوني يا سينيورا اللي هو النشرة الجوية مثلا، بيقول لك من المتوقع سقوط أمطار غدا. هل اللي بيقدم النشرة الجوية ده عارف او بيقرا الكف او بيتوقع الغيب؟ لا طبعا، هو بيبقى عنده مؤشرات وقياسات معينه بتدل على ان ممكن بكره بنسبه 90% يبقى في امطار. يعني اذا يا سنيور محمود اللي بيعمل البريفيزيوني في الحاله دي ما يقدرش يوعدني ان المطره هتمطر، ما لا يقدرش طبعا يعمل مشروع ان المطره هتمطر، ما يقدرش يفترض من نفسه ان المطره هتمطر، هو بيتنبأ بشيء في المستقبل. زي ما قلنا كمان في مثال مهم جدا لما قال لي نون سارا فاتشيلي فينشري اوجي، من الصعب جدا يا اولاد الفوز النهارده بس احنا هنحاول، يبقى ده اسمه توقع بناء على معلومات. ثالث موقف خدناه سينيورا اللي هو الايبوتيزي، الافتراض، افتراضات او تخمين. الولاد بتوع اليومين دول بيسموها هبد. يعني ايه هبد؟ لما اقول لك مثلا الساعه كام معاك دلوقتي وانت ما معكش ساعه، المفروض لو معاك ساعه بتجاوب بالمضارع. يعني بقول لك كي اوري سونو، بتقول لي سونو لي دو، سالتك بسونو جاوبتني بسونو. لكن لما انا اسالك بسونو وتقول لي سارانو، يبقى انت كده بتعمل ايبوتيزي، يعني افتراض، بتفترض. تمام. اخر موقف سينيورا ايمان شرحته لنا اللي هو البروميسه، ولاحظنا فيه ملاحظه مهمه جدا يا سينيورا. بتلاحظ ان في كل الجمل اللي قلناها في حوار ما بين اتنين. يعني مثلا كان في مثال منهم بيقول له فابيني حسنا دوماني فينيرو توتو، بكره ان شاء الله كل حاجه هخلصها. ده حوار بيني وبين ابني. بالظبط كده. والمثال التاني كان واضح اكتر يا سينيورا لما قال له اي راجوني، عندك حق. بالظبط. كويستانو ستوديرو دي بيو، السنه دي ان شاء الله هذاكر اكتر، هتلاقيني بني ادم مختلف، ده اسمه وعود. ولما قال لمامته ماما سابتو بوليرو لاميا ستانسا، ان يوم السبت ان شاء الله اوضتي دي هتلاقيها حاجه تانية، دي كلها اسمها وعود. تمام. دي تقريبا اهم الملاحظات على المواقف يا سينيور. اتفضلي. دلوقتي يا ابنائي الطلبه هننتقل لجزء اخر. كده احنا انتهينا من اونيتا اونو، انتهينا تماما من الوحده الاولى، علشان كده هنبتدي نعمل اون ازرشيتسيو، هنبتدي نعمل
تدريب صغير ونبص كده مع بعض على النص. ليجي التستو، اقرأ النص. هنشوف النص. Io sono Alice. Punto. هنركز كده، الجملة بتنتهي بوجود البونتو، النقطة. أنا أليتشي، أنا أكون أليتشي. Sono di Parigi. أنا من باريس. طبعا من باريس هعرف على طول إنها فرانشيزي، فرنسية. Sono ecologista. أنا محبة للبيئة. E mi piace molto l'idea di proteggere l'ambiente. وتعجبني جدا فكرة حماية البيئة. Io sono Alice, sono di Parigi, sono ecologista e mi piace molto l'idea di proteggere l'ambiente. La settimana scorsa sono andata in Italia dai miei amici italiani, Daniela e suo fratello Antonio. L'esbuo al modi ذهبت لإيطاليا عند أصدقائي الإيطاليين دانييلا وأخوها أنطونيو. طبعا بنركز في المعلومات ونشوف مين اللي أخو مين ونشوف مين اللي ذهب، يبقى إذن هنا باخد بالي وأنا بقرأ النص إن دي قطعة فهم فأنا بحاول أفهم. مين بقى دانييلا وأخوها أنطونيو؟ هيقول لي هنا كي الذين، وطبعا كي هي ضمير الوصل، هي كل ضمائر الوصل باللغة العربية. كي vivono in una bella casa in campagna. الذين يعيشون في منزل جميل في الريف. Loro mi hanno invitato per passare con loro una settimana in mezzo al verde, in ambiente pulito. Loro mi hanno invitato per passare con loro una settimana in mezzo al verde, in ambiente pulito. هم دعوني أو عزموني علشان أقضي معهم أسبوع في وسط الخضرة في بيئة نظيفة. أنطونيو e Daniela hanno gli stessi interessi di me. أنطونيو ودانييلا لديهم نفس اهتماماتي. يا ترى إيه هي gli stessi interessi دي؟ هيبتدي هنا يقول لنا، يشرح لنا. آمنوا l'ambiente، يحبون البيئة، طبعا بما ان هي شخصية ايكولوجيستا محبة للبيئة. E gli piace partecipare a pulire i boschi e le strade. وبيعجبهم وبيحبوا يشاركوا في تنظيف الغابات وتنظيف الشوارع. طبعا تنظيف الغابات لان احنا هنا بنتكلم على بلد تانية، على ايطاليا، وطبعا على اجواء اخرى. Due giorni fa, من يومين مضوا، li hanno li ho aiutati، انا ساعدتهم، a pulire un grande giardino vicino alla loro casa ed ero molto felice. انا من يومين ساعدتهم ان احنا ننظف حديقة كبيرة قريبة من منزلهم وكنت سعيدة جدا. طبعا بما ان هي شخصية محبة للبيئة، هي بتعمل العمل ده عن حب. Due giorni fa li ho aiutati a pulire un grande giardino vicino alla loro casa ed ero molto felice. هنبتدي بقى مع السنيور محمود نشوف التدريبات. شيلي la risposta corretta. اختار الإجابة الصحيحة. اتفضل سنيور محمود. قبل ما نشوف الأسئلة بتاعت أي قطعة يا جماعة، عايز أنبه على حضرتك، القطعة قدامك، محدش مستعجلك، اقرأ القطعة مرة واثنين وثلاثة. والطالب مش شرط، في طلبة كتير ممكن ما تبقاش فاهم القطعة بنسبة 100%، ممكن تقابلك كلمة أو اثنين أو ثلاثة مش فاهمهم. أنا عندي حصيلة من المفردات تساعدني إن أنا أستنتج المعنى العام بتاع القطعة أو المعنى العام بتاع الجملة. يعني سنيور محمود، الطالب المفروض ما يقفش عند جزئية معينة ويقول خلاص أنا الكلمة دي مش فاهمها. ما ينفعش يا سنيورة، ما ينفعش. ممكن تبقى في كلمة أو اتنين أنا مش فاهمهم في القطعة بس أستنتجهم. تمام. السؤال هتقراه كويس وتفهم معناه وترجع للقطعة تاني عشان تفهم أو تتأكد من إجابته.
لو فهمت القطعة بنسبة على الأقل 80-90% الأسئلة بتبقى سهلة جدا جدا جدا. اعرض لنا واعتقد أول سؤال يا سنيورة بعد تمام إذنك. ممتهي يا سنيور محمود. دلوقتي القطعة اهم حاجة لان هي عليها اكبر درجة في الامتحان، تقريبا تلت الامتحان في درجات القطعة. تمام. هننتقل دلوقتي للأسئلة ونشوف دلوقتي مع السنيور محمود هيشرح لنا ايه هي، ازاي نحل الأسئلة دي. فهيقول لي هنا شيلي لا ريسبوستا كوريتا، اختار الإجابة الصحيحة. هنشوف مع بعض على الشاشة دلوقتي، هتنزل لنا الأسئلة، اختار الإجابة الصحيحة. تفضلي سينيور محمود. La domanda numero uno. السؤال الأول بيقول لي دي دوفي إي أليتشي. طبعا احنا عارفين كلمة دي دوفي من زمان، كلمة دي دوفي معناها من أين. من أين هنا معناها إنه بيسأل على الجنسية. دي دوفي إي أليتشي، هي أليتشي جنسيتها إيه؟ مديني أربع اختيارات، بيقول لي إيه أمريكانا، إي إيطاليانا، إي إيجيبسيانا، إي فرانشيزي. لو حضرتك رجعت أول جملة في القطعة بتقول سونو أليتشي سونو دي باريجي، أنا أليتشي من باريس. طب باريجي مش موجودة عندي هنا. أكيد باريجي كلنا عارفينها إن هي عاصمة فرنسا، فإذا الجنسية بتاعتها أيوة برافو عليك إي فرانشيزي. La domanda numero due, السؤال الثاني بيقول لي con chi è andata Alice in Italia. con chi، مع مين، è andata Alice، ذهبت Alice in Italia، هي راحت مع مين. قال لي con suo fratello، مع أخوها، con la sua famiglia، مع عيلتها، آسف، con la sua amica، مع صديقتها. الاختيار الثالث بيقول لي da sola، لوحدها، كون لا سوا فاميليا، مع عيلتها. لو حضرتك رجعت القطعة كويس، أليتش قالت من أسبوع دانيالا وأخوها عزموني إن أنا أقضي عندهم أسبوع في إيطاليا، فإذا هي راحت دا سولا لوحدها. لا دوماندا نوميرو تري، السؤال الثالث بيقول لي كوانتو تيمبو اي دوراتو الفياجو دي اليتش. السؤال ده مهم جدا جدا وبيتكرر كتير جدا في اغلب القطع بتاعت الامتحانات السابقه. بيقول لي كوانتو تيمبو، كم وقت، يعني قد ايه المده، اي دوراتو استغرقت الفياجو دي اليتش، الرحله بتاعت اليتش. كلمه فياجو يا جماعه اللي هي الرحله، ممكن من اولها لاخرها، يعني من اول ما طلعت من باريجي لغاية ما رجعت، الرحلة كلها استغرقت قد إيه، دي اسمها الفياجو يا جماعة. بيقولي سي جورني، سي جورني ست أيام. الإجابة التانية بتقولي ست جورني، سبع أيام. الإجابة اللي بعدها بتقولي ديتشا ست جورني، ديتشا ست طبعا لو أنت فاكر 17 يوم. وبعد كده بيقولي ست ميزي، سبع شهور. لو حضرتك رجعت القطعة، البنت قالت عزموني أقضي عندهم أونا ستيمانا، أونا ستيمانا يعني أسبوع، إذن الإجابة رقم اتنين اللي هي ست جورني. لا دوماندا نوميرو كواترو، دوفي فيفونو دانييلا اي سو فراتيلو، معناه أين تعيش دانييلا وأخوها. الاختيارات عندي إنون أمبيانتي، in un ambiente tranquillo، بيقول لي في بيئة هادية. الاختيار الثاني بيقول لي in città، في المدينة. الاختيار الثالث بيقول لي al mare، على البحر. الاختيار الرابع بيقول لي fuori città، خارج المدينة. لو رجعنا القطعة برضو هنلاقي ان دانييلا واخوها عايشين in campagna. in campagna معناها في الريف، واكيد الريف un ambiente tranquillo، بيئة هادية. تمام. يبقى الاختيار الأول الإجابة الصحيحة هو in un ambiente tranquillo. هو طبعا كان في السؤال أو في القطعة كان في قال إن هو الأمبيانتي بوليتو، إن البيئة نظيفة. وطبعا هنا دي قصة السينونيمي، المرادفات اللي احنا لازم نبقى ملمين بيها. بوليتو أنا هستنتج إن هو ترانكويلو، البيئة نظيفة وهادية، ترانكويلو وكالمو وإن ميتسو الفيردي. يبقى إذا أنا هنا من الحاجات اللي عندي أنا بستبعد حاجات وبشوف أنا فهمت إيه من القطعة بتاعتي.
Così, carissimi studenti, siamo arrivati alla fine del nostro programma. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأتمنى جدا إن احنا نكون أسعدناكو وأفدناكو. سينيور محمود، تشرفنا طبعا في الحلقة. هنقول Ciao e ciao alla prossima settimana! ciao alla prossima.